السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صبحكم الله بكل ما هو جميل. اليوم احنا نعملو ان بوتيت اكسسوار تري سامبا، يعني حامل المناديل، باش نمرو الى يعني الفلوغ دول نخدمو فيهم، لواش نقدرو نستعملوهم. انا شفت انه هاد الطريقة يعني سهلة جدا وتكون في يعني في متناول الجميع، لاننا لن نحتاج الى يعني مواد، حتكون بسيطه جدا. شوفوا كين يعني كنشلو توجور كنشلو الكوتون بيرلي، هذا الخيوط هذه للطرز، عند الانتهاء دائما نلقاو هاد لي بوتي سيركل هادو. حاولوا ما ترموهمش، راح يكونوا هما حامل تاع المناديل تاعنا، باش نعملوا بوتي امبيونس في لي طاوله تاعنا، باش نخرجوا من لا روتين هذيك. افيك ان تيم حبيتو، ان تيم روج نستعملوا فيه لي كوكليكو هادو، ولا حبيتو ان تيم موف ولا فيولي ولا اي اللي حبيتو. انا هنايا راح ندير ان تيم يعني كلاسيك بوهيم، صافي راح نقعد في لو بيج. هذا ناخذوا هاد لو بيتي سيركل هذا ونحاولوا نغلفوه باش ما يظهرش معنا هاد الكرتون هذا، ونغلفوه بالشريط الساتان هذا تاع 2.5 عرض تاعو 2.5. او يمكن لك انك تشتري هذوك الخيوط اللي راهي بالخيشه الان، هي متوفره في الاسواق، تلقايها اون تيركوا، يعني فيها عده الوان، وردي، فيها حتى لو ناتوريل شكاره، هذيك الخيشه فيكي انك يعني تدوري عليها باش تغلفيها باش تحصلي على لون جميل كيما راكي تشاهدي هنايا. انا هنايا راح نعملها بالساتان، يعني راح نقعدوا توجور في شريطه الساتان، راح نحاولوا نغلفوها هكذا، يعني نحاول نخفو هذاك الكرتون هذاك هكذا، لفيه عدة مرات باش يختفي تماما هذاك الكرتون هكذا، غلفيها حتى هكذا عدة مرات هكذا، حتى تتحصلي على هاد لو سيركل هذا مغلف كيما راكي تشوفي فيه هنايا هكذا. نحطوها على جنب ونمر الى طريقه صنع الورده لتوالم هاد لو بيتي سيركل. ناخذ شريط نقعدو توجور في لو بيج، شريط العرض تاعو يكون 2.5 سنتيمتر، ونقطعوه على يعني على الطول تاع الشريط يكون 8 سنتيمتر، يعني نقطعوه عده مرات، حوالي 14 مره، باش نتحصلوا على ورده جميله جدا. لفوه عده مرات هكذا كما كنتو تشوفوا، 14 مره هكذا، ونقصوه حتى نتحصلوا على هاد البيتيلات هادو هكذا. قلت لك 14 مره، تطويهم على اثنين هكذا، وتحاولي من الفوق تقصي نصف دائره هكذا، اللي راح هي تكون البيتيلات اللي راح تكون لنا الزهره نتاعنا. تقصيه بهذا الشكل هذا، تتحصلي على هذا الشكل. قصي كامل البيتيلات تاعك، يعني 14 بيتيله هادو كامل تقصيهم بنفس الطريقه هكذا، تحاولي تقوسي من الفوق فقط باش تعطي شكل البيتيلات هكذا، تتحصلي على هاد البيتيلات هادو اللي كي تشوفي فيهم هنايا. راح نمر الان الى طريقه بون اكيد تحرقي من الفوق هكذا، تحرقي البيتيلات تاعك بطبيعه الحال. هاد شوف يعني هاد الشيء رانا شفناه سالفا في عده فيديوهات، تحرقي البيتيلات تاعك بهذا الشكل كامل هكذا، تتحصلي على هاد الشكل هذا. واش نعملو الان؟ نطغوا البيتيلات تاعنا على اثنين، بعد ما تكون هكذا راح نديروها على اثنين هكذا وشكل في، يعني هكذا اون ايفونتاي، ما يكونوش هكذا متساويين، لا حاولي انك ديريهم اون شكل هكذا في هكذا. ونعملوا الطبقه الاولى نتاع الورده تاعنا اللي حتكون القلب تاع الورده نتاعنا. نحاولوا ناخذوا ثلاث بيتيلات كما راكي تشاهدي، ونحطوهم بهذا الشكل كما تعلمنا سابقا، وحده في قلب وحده، شوفوش اون شوفوشمون كما تعودنا على هذه الطريقه هذه. ناخذوهم في ثلاثه هادو، هاد الثالث بيتيلات